يا مرحبا بكم يا أجمل متابعين، حيا الله بكم. طبعا يا إخوان، في الحلقة اللي فاتت فرجيناكم اللي هو طيور المزرعة، وكمان يا إخوان عملنا لكم حلقة على اللي هو القناة الرئيسية في اللي هو حلم، حلمة حلم غريب. فاستنوا اللي هو نزول الفيديو، إن شاء الله هينزل غدا. وطبعا في مشكلة معانا هنا بدنا نحلها في الفيديو هذا، ألا وهي أنه الذكر مش مخلي الأنثى ترقد على البيض تبعها، كل ما تدخل ترقد بدخل وراها وبده يجي يكسر عليها وهي راقدة. فحنحل القصة هذه صراحة، لازم أكون حللها في الفيديو اللي هينزل بكرة على القناة الأساسية، ولكن ما تم معنا وقت. قصة الحلم وهيك دهمتنا، زي ما شايفين طلع البطة من اللي هو العش والرقد. صراحة أنا باجي عليها في الليل بلاقيها يعني راقدة. فخلنا نروح نشوف إيش نسوي وكيف نحل القصة هذه. يعني صراحة مش رحمها، كل ما تيجي ترقد بيجي بطلعها عن الرقد وبيجري وراها وبكثر عليها، يعني بخصبها. فهذا إشي كثير كثير مستفز ومش حلو للي هو الرقد تبعنا. تكلمنا في الحلقة اللي فاتت كمان، أو تكلمنا في الحلقة اللي هتنزل على القناة اللي هي الأساسية، كثير عن البط والتربية البط، ولكن ما تم معنا وقت على أساس أن احنا نعمل اللي هو نقل الذكر من بيت هانا لبيت ثاني. خلنا نشوف البيض ونشوف اللي هو الرقد ونخليها ترقد بسلام، ونروح ناخذ الذكر نحطه في بيت ثاني. فخلنا نشوف اول شيء البيض على السريع هيك. بسم الله، زي ما شايفين الذكر حامي ما شاء الله، وهي الزغب طالع زي ما شايفين طالع من الذكر. الذكر بضله يطلع اللي هو الانثى على اساس انه هو يخصب فيها، ومن ضمن اللي هو التخصيب بكسر اللي هو البيض. خلنا نشوف البيض دافئ دافئ يا اخوان، وهذا دليل انه هي راقدة. واشي ثاني، الزغب هذا كمية بصورة كبيرة، وهي الزغب طالع برا من الذكر بضله يجي يكسر عليها وهي حاضنة البيض. خلنا نعد البيضة كم بيضة، 2 4 6 8 10 12 12 بيضة، والذكر بضله يجي يرقد او يجي بده يكسر على الانثى وهي راقدة. فهذه مشكلة كبيرة، كيف بدنا نحلها؟ ناخذ الذكر ونحطه في بيت ثاني يا اخوان. زي ما شايفين، كيف بدكم تعرفوا ان الانثى بدها ترقد او راقدة؟ تعمل حركة غريبة في راسها وجسمها. طبعا المربيين البط القدامى هيعرفوا علي الكلام هذا. إذا بتلاحظوا لما نيجي نقترب عند اللي هو العش تبعها، بتنزل راسها لتحت وبترفع اللي هو منطقة اللي هو الظهر لفوق شوية، وبتنفش شوية من الريش وبتعمل صوت مميز إنه هي راقدة. لنيجي نقرب عليها كمان هتعمل نفس الصوت ونفس اللي هو الحركة. سامعين هذا الصوت؟ شايفين اللي هو نفشة الريش اللي على الظهر، وكمان انه هي بتوطي راسها زي ما انتم شايفين في الشكل هذا، بتوطي راسها وبتحس هيك كأنها بدها تعمل بكيكي ولكن مش قادرة. ولكن هي هذه الحركة هي انه بتميز الانثى انه هي بدها ترقد. طبعا انا بخبرة يعني سنين ربيت اللي هو البط، فعارف الكلام تبعهم، يعني هم ما بعرفوش يتكلموا زينا، ولكن لغة الجسد بتجسد لك كل حاجة انت بدك تفهمها في الطير. خلنا نفرجيكوا اكثر. سامعين سامعين سامعين، وبتلاقيها خايفة هيك ومرتبكة، خايفة على البيض في الحركة هذه اللي هي ضم الرقبة على الجسم، برضو خايفة خايفة على البيض، مش خايفة منا يعني. خلينا ناخذ الذكر. بسم الله،
تعال يا حاج، بس تعال بدي اياك مهمة خاصة. تعال اقف. اوه يلا تعال. بسم الله. والله يا اخوان حجمه حلو، وزنه ما شاء الله عليه. سامعين صوتها؟ شايفين الحركة اللي قلت لكم عنها؟ شايفين؟ هذه هي الحركة اللي أنا قلت لكم عنها، اللي بتميز اللي هو الأنثى، إنه هي بدها تركض زي ما شايفين. شايفين كيف؟ هي هلقيت إيش؟ فرحت انبسطت إنه أنا أخذت الذكر وبعدته عنها على أساس إنه هي تركض. خلينا نشوف وين بدنا نحطه. طبعا أنا معايا بيت غد، ولكن في وحدة راقدة على البيض، فمعانا هان بيت. يا حج والله إنك تقيل ما شاء الله عليك، مش عارف أفتح الباب منه. بسم الله ما شاء الله يا إخوان تقيل. بسم الله. طب بس إهدى إهدى يا فوق، ما هو دفش ما شاء الله. بسم الله. طبعا معانا هان بيت، انا بفتحه بسد في رجله. ماله بالهنا، ادخل ادخل ادخل، اجروا على اللقى. لك ادخل، بدك واسطه لما تدخل بيومك، نجيب لك قرض من البنك عشان تدخل. تمام، بدنا نجيب له اكاله وشرابه على اساس انه هو حيضله لحاله في البيت. تمام، بالنسبة للإخوة اللي قال لي إيش الحلم، حنشوفه إن شاء الله في الحلقة الجاية، في حلقة الغد، بفيديو على القناة الأساسية إن شاء الله عن الديك الرومي. حلمت حلم مرتب مرتب، كله مغامرات. خلنا نشوف هذا البطة إيش صار معاها، هل فقص البيض ولا لأ. بسم الله. قومي يا حجة شوية. حجة عطادة. بسم الله. 2 4 6 8 10 12. زي ما شايفين الرقم موحد، يعني غاد 12 وهان 12، فعلى اساس هيك انا رفعت الذكر كمان. واللي اكد لي اكثر انه الانثى في الليل بترقد. طبعا هذه ان شاء الله اسبوع او اسبوع ونصف وبتم اللي هو الفقس على ما يرام وعلى خير. تمام، فيها بطة صغيرة غير الشجرة، الشجرة نازلة بتعدي فيهم، وهم يعني مش هقدر اوصف لكم ايش مسويين انتو هان. والله منيلين الدنيا. طبعا عملت لكم فيديو قبل ما اصور الفيديو هذا، حطينا فيه املاح معدنية، خبز واعلاف للطيور. هي هي هي، الحمام القلاب بينزل وبطلع يا اخوان ما شاء الله. والله نزل نزل، هذا هو اخوه وطلعوا ثاني، طلع هذا ثوي قدام عيني. بالنسبة للاخوة اللي قالوا لي رب الحمام القلاب، ها شفتوه طلع هيو صار يطيروا. ان شاء الله هربيهم يا اخوان ان شاء الله اذا ربنا اراد، بس ما تاكلهم الجذان والعرس. حطينا اللي هو للبطيات هذولا الاملاح المعدنية، الفيديو اللي حينزل بكرة على القناة الاساسية. وشفنا هان بطة تعبانة مرة حيل، الشجرة بتضلها تعديلي في اللي هو البط الصغير. الله يا اخوان بتحزن منظرها، يا حرام. هذه الشجرة بلوة بتضلها تعدي اللي هو الطيور، وهي بتضلها عايشة والطيور بموتوا. زي ما شايفين تعبانة حيل، مش عارف ايش قصتها. على العموم ضلوا
راح وراح وربنا يعوضنا عوض خير. يلا شدي لي حيلك عشان بدي اوديك على الذكر ان شاء الله، على اساس انه هي ترجع ثاني تبيض وترقد. وهذول اذا صحت لي بي على الهم او احطهم في مكان دافي، لمبة وهيك يعني درجة حرارة 37 احطهم. خلنا نشوف ايش ملطوين هذولا، كبين الشعر ويريت مكلين منه ما لهم بالهنا. طيب خلنا نحط لباقي الطيور. احنا طعمنا الدجاج في الحلقة اللي فاتت، ما طعمناهوش، وما طعمنا اللي هو البطيات، فحنطعميهم في الحلقة هذه على الملح اللي حطيناه هان. طبعا نزل ما نزلش لسه الفيديو، حينزل والله كعيد وزيد. المهم الفيديو حينزل بكرة ان شاء الله على القناة الاساسية. خلنا نلم هذه اللمة ونحط للطيور تبعتنا اكلهم، هم اساسا اكلوا بزيادة كمان. بسم الله، زي ما شايفين مش راضين ينزلوا، فهذا اشي ان هم اكلوا، كان الكيس مليان. يلا صحتين وعافية. وهي كمان زيادة الخير خيرين ان شاء الله. اذا بتلاحظوا لما انا احط الاكل بتلاقيهم بهجموا، فزيادة الخير خيرين ان شاء الله. خلنا نحط للطيور اللي بدنا نقدم لهم الطعام زي الدجاج والبط. بسم الله، نضب هذا، نضب اكل اللي هو البط العلف نمرة 2. صراحة بدي اعبي مي البطة هذه، كل ما احط لهم العلف بتكب لي الاكالة. خلنا نطلع هذا. بسم الله، ونطلع اللي هو الطعام هذا اللي نطعميه لباقي الطيور، ونطلع احنا نسكر الباب لانه بعد هيك الحمام اكل وشبع، فلو احنا نديناه في الاكل مش حينزل من هان للمغرب. فعلى هذا الاساس هسكر الباب ومش هطلعهم، لانه اذا طلعناهم مش حينزلوا ثاني، حضطر انه انا استناهم للمغرب، فالاشي مستفز. تمام، خلنا نروح نعبي الشرابة هذه للبطة ونغسلها ونقدم اللي هو لباقي الطيور الاعلاف. هذه اللي لمناها الشعير، شوية حبوب مشكلة لا اللي هو باقي الطيور زي ما شايفين، نشكلها مع العيش المبلول اللي محطوط عليه ملح. تمام، هذا هو الدجاج، هنقدم له الطعام زي ما شايفين حينزل ياكل ان شاء الله، ما شاء الله عليه. هنقدم للبطة كمان، خدي يا حجة خدي كلي، بتاكل اللي راح على البيض. ايش شبعانين انت ولا ايش؟ كوش تنزلوا شبعانين؟ طبعا احنا بناخد من تحتيهم البيض يا اخوان زي ما شايفين، ولكن بنخلي بيضة على اساس ان هم يبيضوا عليها زي ما شايفين، رجعوا يعني نزلوا ياكلوا. وحنروح نطعمي باقي الطيور. طبعا احنا طعمينا الرومي في الحلقة اللي هتنزل وما طعمناش هذول، خلنا نطعمي الدجاج اللامبرغيني. بسم الله، ونطعمي كمان الدجاج الكوشين. بسم الله، تعال كوشين كوشين، خذ يلا كله. بسم الله، يلا كله كله كله، أملاح طبيعية. وكمان يا إخوان هنروح نجيب شرابة للذكر هذا ونجيب له أكالة ونطعميه ونطعمي الزوج اللي راكض على البيض. أكلته في الحلقة اللي فاتت، الحلقة اللي بدها تنزل بكرة على القناة الأساسية، حطيت لهم طعام مشكل أنواع كثير كمان، من علف بياض لشعير
خلطة اللي هو الحمام، يعني حاجات كتيرة حطت لهم لسه واقفين بتحرجموا بدهم ياكلوا. تمام، خلنا نروح نجيب زي ما قلت لكم، وخلكم معنا يا اخوان. تمام يا اخوان، رجعنا لكم ونهد حيلي. طبعا هنخربط الشعير مع كلفة الحمام ونحط لها وجبتها. طبعا اكتشفت في خزق بخش، طلع الذكر ولحقته ثاني ودخلته ثاني في البيت، وجبت له شرابة وعملت له هو الطعام. والله تعبت وعبت مية للبطة وعبت مية للرومي، ورجعت لكم بعد ما زبطت أموري. زي ما شايفين حنبدأ نحن نحط له طعام، وهي الشراب وهي الذكر والخرق غاد، حطت حجر وحطت اللي هو بلكاجة. هذه هي الطريقة انه احنا نخلي الذكر يبعد عن الانثى، والانثى ترقد على البيض تبعها اللي جمعته بكل سهولة. طبعا حطينا كمان للروم مية، زي بتلاحظوا غاد هيو قاعد بشرب، كله متجمع على اللي هو الموية وبشرب وبس. الحمد لله. طبعا حاليا البطة هذه حترقد على البيض بعد ما تاكل، وهيك هيك انا شفتها بترقد في الليل على البيض. زبطنا امورنا في المزرعة، طعمنا كل الطيور، واستنوا حلقة اللي هو الحلم الغريب المريب العجيب اللي حلمته انا وامي والدجاج الديك الرومي على القناة الاساسية وبس. شكرا للمتابعة، وبدعوكم في الاشتراك في القناة، والاشتراك جديد اتمنى يكتب رقم الاشتراك تبعه، والمشترك القديم يكتب اللي هو التعليق برقم اللايك تبعه. وان شاء الله نحقق الشروط في اللي هو القناة الجديدة هذه، واتمنى لكم الخير زي ما انتم بتتمنون للخير وبس. سلام يا اخوان. الحمد لله. يا رب بسم الله. لو لسه ضايل معانا فعاش، اكتب رقم 5 على اساس ان انا اعرف مين تم معانا للنهاية، ومين بيحبني ومين ما بيحبني.